السلام عليكم. اليوم بدي بصراحة بدي أكمل لكم المقطع حق السيارات حق التكييف. سألتوني أسئلة برضو حابب إني إيش ما خلى أسئلتكم مفتوحة. هذه قارورة الموية كانت السيارة عندي، طبعا شفتوه كانت مليانة، أنا طلعت الزمعية شوفوا قديش فاضل فيها. ليش سألتوني كثير على هذا السؤال وسألتوني سؤالين ثانيين، فحابب أكمل لكم إيش أجاوبكم على سؤالكم. ليش ما خلي قارورة الموية كانت طبعا مليانة، فكنت خايف إنها تتكبكب جوا السيارة، بس الحمد لله ده اللي فضل من قارورة يعني لغاية هنا. ليش بيصير مخلي قارورة الموية مفتوحة في السيارة؟ المبدأ العلمي حق الطاقة إنها ما تستحدث ولا تفنى من ولا تستحدث من عدم، إنها بتتغير تصير طاقة حرارية كهربائية مغناطيسية يعني بشكل ده حسب التحويلات حقتها. اللي بيصير إن السيارة عندها حاجة يسموه جرين إفكت أو الدفيئة باللغة العربية الفصحى، اللي هو الجزاز ما له دعوة بالكهرباء. واحد يقول والله السيارة ضربناها رصاص على الجزاز فوقفت، ما له دعوة، الجزاز لا عازل لا وصل لا كهرباء ولا أي شيء، بس ممكن الجزاز يزود الحرارة، زي تشوفون عدسات مكبرة ما تحطها تحت الشمس تقوم تزود الحرارة وتركز أشعة الشمس عشان تطلع حرارة عالية، ومنه اخترعوا بعدين حكاية الليزر وطوروها. فالجزاز بيزود تركيز الحرارة جوا السيارة فبتعلى الحرارة زي ما قلنا، بتوصل أحيانا ل 45 ل 50 ل 70 درجة مئوية ل 90 فما فوق حسب الجو حسب الاختبار اللي حاطين السيارة عليه. اللي بيصير إنه الحوض الجزاز اللي داخل السيارة ده الهواء بيسخن بيتمدد، لما بيسخن الهواء بيتمدد. هجيب لكم على النقطة دي بس خليني أجاوب سؤالكم. لما بيسخن الهواء شوية جوا السيارة بيتمدد، حرارة السيارة بتعلى، بدور الهواء على منفذ. اللي بيصير إنه بتبتدي الحرارة بتبخر الموية، مع الحرارة عالية بتبخر الموية. الموية لما تبخرت اللي صار البخار الموية ده اتحولت الطاقة الحرارية اللي جوا السيارة اتحولت لجزء منها بخر الموية، فاستهلكت الطاقة الحرارية دي جوا القارورة الجزاز دي في تبخير الموية. طبعا لما واحد ما شاء الله سيارته نوعا ما صغيرة شوية ما هي من جوا الكبيرة، فقارورة زي دي بتأدي شيء بسيط. طبعا واحد ما شاء الله يجيب لي جي ام سي او غيره اظن يبغى له جالون موية كبير، ما علينا. التبخير هنا خفض بخرت البخار استهلكت الطاقة دي شوية، فنزلت درجة حرارة السيارة مثلا درجتين ثلاثة جوا حرارة السيارة للدرجة أقل، فبدل ما تكون 55 مثلا ممكن تكون 53، بدل ما هي 45 ممكن تكون 42 حسب طبعا يبغى لها مقياس علمي ويختبروها عشان نديكم أرقام دقيقة، لكن احنا بنتكلم عن المبدأ العلمي إنه التبخير هذا بيبرد جوا السيارة شوية وتنزل. نقطة ثانية ممكن نتكلم عن تنسيم الجزاز السيارة، الهواء ده لما بيتمدد بيسخن بيتمدد بيتوسع، زي واحد يكون لابس قميص ضيق شوية شيء زي كده ويبتدي يسوي كده حيتفتك. اللي بيصير هنا تمدد الهواء ده لازم يطلع من جوا السيارة، السيارة ما هي معزولة 100% ضد الموية وضد الهواء ولا كان اختنقنا جوا السيارة، لكن التمدد ده فين بيطلع؟ بيطلع عن طريق الجلود، الجلود بتنشف مع الشمس. وطبعا اذا في جدة او في المنطقة الشرقية او في الكويت او في الامارات منطقة ما شاء الله في الخليج العربي او على البحر الاحمر، اللي بيصير نقول عندنا رطوبة. احب دائما ترجمة الرطوبة بكلمة حلوة يعني بسهلة، رطوبة ما حخش معكم بخار موية وغيرها، لا ستارة ملح شفافة. الملح ده بيجي على الجلود بيجي على البويا، حعمل لكم حلقة ثانية بعدين على حكاية كيف نحافظ على السيارة والتلميع وايش المواد اللي استخدموها في التلميع داخل السيارة خارجها. انا شكلي في النهايه هفتح وكاله حق تعديل سيارات، بس ما حجيب اكسسوارات وشيء من الصين، حجيب اشياء اللي تطور عمر السياره لانه حنحتاجها في المنطقه دينا ميكانيكيا وشيء زي هذا. في الاخر من كثر ما بطلع الافكار دي شكلي في النهايه اعملها واقلبها بزنس. ف لما تبخرت المويه لما الهواء بيبرد لما الهواء بيتمدد بيطلع عن طريق الجلود، الجلود مع الشمس بتنشف. طبعا كم واحد فينا بيعمل حسابه انه والله بيودي السياره كل فتره للتلميع، وبعدين كمان خلوا كلمة مو أي محل تلميع، في محلات تلميع اعتبرهم زي دكاترة الأسنان شوية غشمة، لما يجي يبيض لك أسنانك يقوم يحك لك المينا اللي هو الطبقة الحامية، فيقوم عشان يبين بعض الأسنان اللي ورا يقوم عدم لك أسنانك على قدام. لكن لا، في بعض المواد الغالية وخلينا نحطه تحت كلمة غالية مليون خط، لأنه يعني أحيانا المبدأ الرخيص نغيص وكل غالي ثمنه فيه معنه ما ينطبق دائما، بس أحيانا ينطبق أشياء كثير في السيارات. الأشياء الغالية اللي تحافظ على لمعة السيارة، لأنه في منطقة الشرق الأوسط ترى بوية السيارة ما لمعة السيارة ما بتدوم أكثر من 6 أشهر في الألوان الفاتحة، والألوان الغامقة كبيرة كم شهرين ثلاثة وطفت. فواحد من الأشياء برضو للتبريد تبغى تبرد الماكينة، حرق اللي هتكلم عليه قدام إن شاء الله، وبالنسبة للتضليل وبالنسبة للتكييف بعد ألوان السيارة الغامقة خذ الألوان الفاتحة، أبيض لولي أبيض فضي ذهبي
طبعا مسألة أزواج أترك لكم الزوج بس كحاجة فيزياء بسيطة لا أكثر أقل. السؤال الثاني سألتوني هو معلش اللي قلت لك الحين الجلود حتتقطع والملح حيقطعها زيادة، اللي يبغى لها صيانة أكثر في عملية، وبعدين الناس تقول لك السيارة بتهرب صوت والوكيل تعبان والسيارة بتهربد، مو السيارة مو الوكيل مو أنت. أنت ممكن جزئية بسيطة نسم الشباك خلي الخبرة تخش بس الجلد حيحافظ، جلد يبغى له صيانة أكثر. فهذه جزئية التمدد الهواء وجلود انه تقطع، وهذه جزئيه قاروره المويه. الجزئيه الثانيه سالتوني اياها طول العمر والساده الكرام، سالتوني على عمليه انه نسيب السياره احيانا شغاله بالساعه ساعتين قاعدين فيها والمكيف شغال، ما يضرك طالما طبعا السياره معموله عشان الهواء يخش تبريد، يسموه كيوينج، الهواء يكون داخل زي الطابور او زي السره بيبرد السياره وهي ماشيه، فبياخذ الحراره دي بيوزعها في حاجه جمعيه يسموها انتشار الحراري او الاشعاع الحراري. هذه طبعا طالما الراديتر عندك ما هو ساخن، وعندك اذا السياره عندك عدادات اضافيه زي السياره عندي مثلا تبين لي حراره الزيت وحراره المويه وكلها اندر كنترول في المعتاد، فما عندك مشكله ممكن تبقى السياره شغاله ما بتستهلك منك الشيء. السياره اقل احصن هي قاعده واقفه ما بتستهلك احصن، فالاحصن بتديها التكييف والتكييف شغال ببرد عليك ما عندك مشكله. السؤال الثالث سالتوني قلتوا لي السيارات بعض السيارات اللي فيها التكييف يشتغل بالريموت كنترول، فهل في ضرر انه اسيب المكيف شغال؟ لانه استحسن نطفيه وقلنا لك السيارات اللي عاملين حسابها من الريموت كنترول اللي شغال على التكييف ترى عاملين حسابها مع البكرات تحت اللي جوا السياره والبرمجه حتستحمل العمر الاضافي او الاستهلاك الاضافي عاملين حسابهم عليه، فما عندك مشكله تخلي المكيف شغال وتطفي السياره دي لانه السياره ذكيه والبرمجه اللي فيها هي عامله حسابها عليها. هي المشكلة كلها ما تجي واحد في مشكلة مهمة جدا لا تجي تطفي السيارة، وفي ناس عندهم اسلوب غريب شوية ايام الكربريتر يعني قبل 20 سنة يجي بده يطفي السيارة ومديها دعس البنزين عليه بعدين طافي السيارة، ليه عم البرمجة بخاخات الكمبيوتر تنعدم ما هي معمول حساب كذا، هذا ايام الكربريتر كان يسوى كذا، دحين ما تحتاج تسويه. اتمنى انه يكون ان شاء الله جاوبتكم على الاسئلة حقت التكييف، ما شاء الله كل ما بنغطي الموضوع ده بتطلع اسئلة اضافية فاستحملوني انا اسف، بس يعني بتخطر عليكم أسئلة ما خطرت على بالي أو اعتبرت أني غطيتها، فكل ما بتطلع أسئلة بحاول أجاوبكم عليها. شكرا لكم، أشكركم على المتابعة وأسف على التأخير لأنه حين بتعب على الواجب زحكة التضليل حديكم هو إن شاء الله الحين لسه شغال على قطع غيار سيارات وتبريدها، لسه هشتغل على تيونينج تعديل، لسه هشتغل لكم إن شاء الله على المحافظة على البوية وعلى الجلد جوا السيارة والأشياء هذه اللي تحت مسمى التلميع، وإن كنت أنا أسميها يعني محافظة أكثر من التلميع. فأشكركم على متابعتكم، أشكركم على الأسئلة، أشكركم على ملاحظاتكم، أشكركم على انتقاداتكم، أشكركم على دعائكم، وجزاكم الله ألف كل خير وشكرا لكم كل خير. شكرا.